الأبراج، والنهاردة موضوعنا عن رجل برج الثور وإزاي تتعاملي مع رجل برج الثور. مجموعة الحلقات دي احنا هنطول ارتباط. وقبل بصوا يا جماعة، أنا برج العذراء، أنا رجل برج الثور بالنسبة لي أنا بعتبره رجل صعب جدا جدا جدا، يعني هو الصعب الممتنع، يعني أو السهل الممتنع، هو صعب وسهل، لأن هو من الآخر شخصية حنينة قوي قوي قوي. يعني يقول رجل برج الثور شخص أو راجل جدع جدا وشهم، وعندما تذكر الرجولة يذكر رجل برج الثور، وحنين جدا جدا وقلبه أبيض ودايركت صريح، يعني مش بيلف وبيدور وما بيحبش الكذب. هو بيجي آخر كده، عارفين ان هو straight forward كده بالإنجليش، يعني ايه ما بيلفوش بيدور، بيجيب من قوي يعني. بس هو صعب صعب قوي، يعني انا بعتبره من اكثر الرجال صعوبة في التعامل معهم، وخصوصا في الحب. في الحب هو بيكسف جدا، يعني ما بيعرفش يقول كلام حب، ما بيعرفش يقول كلام رومانسي، بيكسف من الرومانسية. فانت عشان يعني لازم انت اللي تبقي انيشيتيف، انت اللي تبتدي معاه، لان هو يعني لو انت ما بتديش معاه هو مش هيعترف ومش هيقول، ان هو بيتحرج وبيتكسف جدا، هو رجل خجول 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 سي جدا. ولما بيحب بقى بيحب بضمير، بيحب بكل جوارحه، بيحب بكل حاجه جواه، بيبقى جدع قوي قوي، بقى راجل، يعني هتحس ان انت في ظهرك راجل سند، هيبقى فيه كل الدعم، هيدعمك بكل حاجه في حياته، علشان هو عايزك تكوني احسن واحده في الدنيا، وعايزك تكوني كويسه، وعايزك تبقي تكبري، وعايزك تنجحي، وعايزك تبقي متفوقه. فهو نجاحك بالنسبه له نجاح، ومش راجل اناني خالص. راجل برج الثور مش راجل اناني، صبور 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 صبور، ممكن اقول صبور لحد بكره الصبح، يعني هو بيصبر جدا بس حساس بشكل مش طبيعي. يعني ده اكتر عيب هتواجهيه في التعامل مع برج الثور، ان هو حساس جدا وبيكبر مواضيع، ممكن الموضوع يبقى تافه وصغير وما فيهوش اي حاجه في الدنيا، بس هو بيكبره قوي قوي، ان هو حساس بزياده، يعني حساسيه قويه جدا، وبيزعل بسرعه جدا، يعني قماص، يعني برج الثور برج قماص جدا على طول عليه. وممكن حاجه انت شايفاها ما تستاهلش، وهي فعلا ما تستاهلش، هو بقى يكبرها في دماغه ويزعل، والموضوع يكبر ويعني دراماتيك شويه يعني. بس هو شخصيه قياديه، شخصيه واثق في نفسه جدا، عمرك ما هتلاقي البرج الثور مش واثق في نفسه، منتهى قمه الثقه في النفس. عنده حب التملك رهيب، انت بتاعي انا خلاص، شكرا انت بتاعته، محدش اقرب منك، ما تتكلميش عن حد تاني، مش عن حد تاني، ما تتكلميش عن حد تاني قدامه، لو جبت سيجاره راجل قدامه اعتبري انت خسرتيه، لان هو غيور بشكل مرضي، غيور جدا. وعنده حب للتسلط، يعني هو بيحب دايما الحاجه دي بتاعتي، محدش يجي من جنبها، كل علاقتك بالرجاله وما تجيبيش سيره راجل قدامه خالص، انتوا هتخسروا بعض. يعني تقريبا كل الناس اللي انفصلت عن راجل برج، عشان يعني هو ما بيحبش يحس ان في حياه الست اللي معاه راجل تاني غيره. عنيد من هنا لحد 7 ايام جايين، شايف نفسه، يعني هو شايف نفسه قوي يعني، وعنيد جدا جدا جدا. طيب بيهتم نفسه جدا، بيهتم بنقطه وبشياكته، عمركم ما هتلاقوا رجل برج الثور مش شيك، هما شيك جدا، بيلبسوا حلو جدا، متألقين جدا جدا، عارفين 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 قيمة نفسهم، عارفين عندهم سيلف كونفيدنس قوية جدا يعني. طيب تعالوا بقى نتكلم عن ازاي تتعاملي مع رجل برج الثور. زي ما قلت هو راجل صعب قوي، يعني راجل مش سهل، انا عمري ما اقول ان برج الثور سهل، متعب متعب قوي قوي قوي، محتاج بقى تركيز في التعامل معي. طيب قولوا لي يا جماعه الكلام ده انتوا بتشوفوه مظبوط متفق معاكم ولا لا. طيب اول حاجه لازم تهتمي بيه، رجل برج الثور بيحب الاهتمام، هو اهتم بيكي جدا على فكره، وهيخليكي ملكه، يعني انت هتحسي وانت معاه ان انت ملكه، بس هو كمان بيحب الاهتمام، فلازم تهتمي بيه وتحسي انه مميز، وان مفيش اي حد في الدنيا، لان هو ممكن يغير من صحابك، ممكن يغير من اهلك، هو عايزك بتاعته هو بس، هو بس لا هو بس بقى. فهو لازم تهتمي بيه ولازم تبيني له الاهتمام ده نابض عن حب، هو بيحب الاهتمام وبيعشق الاهتمام، ده رقم واحد. رقم اتنين، لازم تهتمي بشكلك، هو بيحب الست الجميلة، بيحب الأنثى، بيحب الست المهتمة بجسمها جدا، يعني لازم يبقى جسمك حلو، جسمك ممشوق، تهتمي بلبسك، تبقى لبسك نظيف، تبقى نظيفة منظمة، هو منظم جدا جدا، بيحب الستات المنظمة، فلازم تثبتي له ان انت شخصية منظمة،
لبسك يبقى منمق، لبسك شيك، بتعرفي تلبسي حلو، ريحتك حلوه، وبيهتم بالروائح جدا وبيحب البرفيومز الشجري اكتر. يعني هو دايما هو بيحب الاناقه، يعني هو عايزك متالقه دايما ويبقى جسمك حلو. ركزوا في موضوع جسمك، راجل طول بيدقق قوي التفاصيل، بيحب الست اللي معاه تبقى انثى كامله الانثى. رقم ثلاثة ان هو ما تعنديش معاه، هو عنيد جدا جدا، ولو انت عندت معاه هو هيسيبك، ولو حاسس ان انت بتعندي معاه او فهم غلط ان انت بتعندي معاه هيسيبك برضه. برج الثور عنده مشكله رهيبه يا جماعه، ان هو بيبقى بايع في منطقه معينه، لو حس كده ان انت جيت على كرامته او جيت على كرامته او احساسه او جيت عليه هيبيعك فجاه وهيبعد. بس هو صبور، يعني هو يديك فرصتين ثلاثه، بس لو انت ما استغلتش الفرص دي هو هيبعد عنك جدا. ما تعنديش معاه، هو هيتخلى عن شخص بيحبه، او حتى لو هيبعد عن شخص بيحبه بس هو عنده قرار حاسم لو رجعت فيه، وهيبقى عنده سنة انانية شوية، يعني ان انا قراري ده معناه ان انا هبقى ضعيف، او معناه ان انا هبقى مش قوي، فهو هيتمسك بقراره وهيعند في قراره اكتر من حبه ليك، حتى لو بيعشقك او بيحبك هو هيتخلى عنك علشان هو اخد قرار، عشان هو ما يقدرش يرجع في قراره وما بيحبش يرجع في قراره. فما توصلوش رجل برج الثور لمرحله ان هو ياخد قرار ان هو يبعد عنكم او يسيبكم، لان ساعتها مش هتعرفوا ترجعوه تاني ابدا ابدا ابدا. رجل برج الثور بيحب النظام، يعني بيحب حياته تبقى منظمه، بيحبش المفاجآت، بيحب ان الدنيا تبقى منظمه، ما عندوش مفاجآت، يعني مش عايز حاجه تبقى فجأة. فلازم يبقى انت ما تحطوش قدام الامر الواقع، ما تدوش قرارات، لازم تاخدي رايه ولازم هو اللي يقرر، لان انت لو خدتي قرارات هو هيحس ان انت مش محتاجاه وهيحس بعدم اهميته، فما تاخديش قرارات من غير ما ترجعي له، لازم هو اللي ياخد لك قرارات. هو عايز حد فورور قوي، يعني هو مش يعني هو شخصيته قياديه جدا وشخصيته قويه، ودايما هتحس ان هو سابق سنه، يعني دايما رجل برج الثور هتحس ان هو اكبر من سنه. عمرك ما هتقابل حد من برج الثور الا ما تحس ان هو عاقل قوي، رزين، راسي، واكبر من سنه، هتحس ان انت بتتعامل مع شخص يعني شخص كبير مش شخص صغير ابدا. هو بيحب الهدايا على فكره، يعني لما تيجي تهديه تهديه بهديه هو هيستخدمها او حاجه مفيده، ومش بيحب الحاجات التافهه، ما بيحبش يضيع وقته، ما بيحبش يضيع فلوسه، هو بيحب كل ما هو ثمين، يعني هو راقي كده، بيحب الرقي، بيحب كل ما هو ثمين. لازم تحسسيه ان هو رقم واحد في حياتك، عشان هو بيحب يكون متميز، او بيحب ان هو ما تقارنهوش بحد. اوعي تقارني رجل برج الثور بحد، او تحطيه في مقارنه حتى بهزار، او تكوني بتستفزي، واوعي تستفزي غيره او رجوله رجل برج الثور، لان انت كده بتخسري. الفيديو ده انا عملته عشان انا بحبكم جدا، وعشان انصح البنات المرتبطه ببرج الثور، عشان لو انتوا بتحبوهم بجد ما تخسرهمش، ما يبعدوش عنكم، عشان برج الثور من الابراج اللي لو بعد صعب جدا جدا او يكاد يكون مستحيل ان هو يرجع. هو برج صعب بجد. قولوا لي الكلام ده بيتفق معاكم ولا لا، قولوا لي اتفرجوا على من فين انتوا برج ايه، لو انتوا برج الثور او رجاله برج الثور اكتبوا لي تحت الكلام ده مظبوط ولا لا، وهنبتدي رحله نتكلم عن ازاي تتعاملي مع رجل كل برج من الابراج. اكتبوا لي تحت، تحبوا نتكلم المره الجايه عن برج ايه. بليز عشان تدعموا القناه تعملوا لايك للفيديو، وتشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش، وتابعوا قناه الكلام المفيد. شكرا، تحيه لكل الناس بتتفرج عليا من برج الثور، بحبكم جدا 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 يا برج الثور، وانتوا برج من الابراج القريبه لقلبي اللي كنت بعرف اتعامل معاها، أو بعرف أتعامل معاها، بس هو برج صعب بصراحة. شكرا، باي.